صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في حق مفسر القرآن الكريم؟ في حق مفسر القرآن الكريم. العلم، يجب أن يكون عنده العلم، العلم بآيات العلم باللغة العربية التي نزل بها، يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها، ويكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وعالما بالمحكم والمتشابه، وعالما بالمطلق والمقيد والعام والخاص. علوم القرآن هي التي يجب أن تتوفر، وهو ما يسمى بأصول التفسير، يسمى عندكم بأصول التفسير، فالذي تتوفر به هذه الصفات يفسر القرآن. نعم.